الإدمان هو البيهيفير اللي بيخلي الإنسان يركض وراء دراج معين أو تصرف معين. نحن كنا بنعرف إنه من ضمن الإدمان في الإدمان الجنسي، في الإدمان على الإنترنت، في الإدمان على القمار الجاملينج، في إدمان على الأكل. هلا آخر أبحاث بتقول لك الأكل، مشاكل الأكل هم صحي عبارة عن إدمان، هذا ما له علاقة بالدراج كدراج بحد ذاته. فالمسكونسبشن لازم نتحدث فيه إنه الإدمان هو ظاهرة بتعبر عن مشاكل نفسية باطنية أحيانا مش نحن قادرين نستوعبها بدون مساعدة شخص يساعد الاندفيدوال أو على فهم اللي عم بيصير معه. المسكونسبشن الثاني التمييز بين الإدمان الجسدي الفيزيولوجي والإدمان النفسي. الإدمان الفيزيولوجي هو إدمان أي شيء دراج له مؤثرات سايكو أكتيف من إلا بتأثر على دماغ الإنسان، تأخذه يعني كل الحضور هاني أي واحد تعطيه هلا بلشت مشروع تعطيك اليوم نوع مخدرات معين كحول أو غيره وتزيد له الجرعة بيصير عنده تولرنس وبيصير عنده withdrawal effects مثله مثل غيره، بس مش يعني هذا الشخص البني آدم صار عنده مشكلة كحول أو مشكلة دراجز، لأنه بس تبدو على المصحة المستشفى يعني وتعمل له ديتوكس يعني تنفه من الكحول 90% أو أكثر من الأشخاص ما بيصير عندهم مشكلة إدمان. إذا هذا بيأكد لنا إنه الإدمان هو حالة مثل ما بتكررها برجع شخصية فردية لازم ناخذها بحد ذاتها. يعني مثلا السؤال اللي طرح ليش متفشي بالظاهرة هذه بالجالية العربية؟ سؤال كثير حلو، لأنه نحن إذا عم نعترف إنه في شيء مشكلة بالجالية بتخلي أبنائنا وبناتنا يلجأوا للمخدرات بهالطريقة هذه. المشكلة كثير كبيرة وما في بعتقد بها جلسة حنقدر نعرف شو الأسباب، بس برأيي مثل ما تفضلت حضرتك إنه جزء منا بلش من 2001 والجيل كله الجديد اللي خلق هاني من الناحية الاجتماعية ومن ناحية الهوية، من ناحية عدم إدراك إنه جيلنا عم بيعاني مشكلة هوية، مشكلة انتماء. عندنا مشاكل كثيرة لها علاقة بوين جيلنا بيوقف بالنسبة لهويتهم وانتمائهم وهالتوليفة اللي لازم يوصلوا لها بين هويتهم العربية الإسلامية والأمريكانية، وبتخلق حالة من الفراغ أحيانا عند الأشخاص. لذلك لازم نأخذ بعين الاعتبار هذه المشاكل الاجتماعية على صعيد الجالي. أنا كعملي كدكتور علم نفس بركز على اللحية الفردية، بتمنى إنه نحكي أوقات على الإدمان بطريقة موراليستيك أخلاقية كتير، كأنها مشكلة إرادة بس، وكأنها مشكلة اللي بيتعاطى ما عنده إرادة، اللي بيتعاطى غير متصل بإيمانه أو بثقافته أو بالمبادئ تبع الكالتشر تبعته. أنا بشيء برأيي وبتجربتي الخاصة هذا مدمر للي بيتعاطى. اللي بيتعاطى مخدرات أو أي دراج هو عم بيحاول يلاقي حل لمشكلة دفينة جواته مش عم يعرف يتواصل معها بطريقة أدابتيف بطريقة فعالة. يعني مثلا أثبت علم النفس بآخر 20 سنة إنه أهم عاملين بتخلي الإنسان يلجأ للمخدرات هي شعورين، شعور بالهيلثلسنس اللي مش عارف أفسرها بالعربي صراحة، اليأس يمكن، والشعور بالريج يعني الإنسان غضب على شيء معين. والدليل على ذلك لما بتسأل الناس اللي صار عندهم مخدرات حالة إدمان ونطفوا بعد 6 أشهر طلع من السيستم تبع المخدرات، دائما بتصير مرة بعد مرة بيرجعوا على المخدرات. يعني شغلة مش بس بالدماغ، اللي بيصير إنه بيفوتوا بحالة ريج بحالة هيلثلسنس، وبس سألوهم أين شعرتوا بالراحة النفسية قالوا لهم لما أخذنا القرار نرجع على المخدرات، لما أخذت قرار إنه خلاص screwed sorry I'm gonna go and have my beer or I'm gonna go have my drugs، هاللحظة صار في شعور إنه هذا الشخص رجعت امتلك زمام المبادرة وبلش يشعر بإنه اليأس والإحباط والتوتر خف. لذلك أنا من منطلقي أو من منطلق شغلي بركز إنه مش بس بدنا نركز على العامل الأخلاقي والعامل الفيزيولوجي للإدمان، بدنا نركز على العامل الفردي. والعامل الفردي إنه مثل ما أي إنسان عنده حالات إحباط وتوتر وحالات ADHD بيجي بيتعالج، لازم يعتبر المخدرات هي نوع من نوع محاولة الأشخاص لإيجاد نوع من الإكوليبريوم داخلهم. فقبل ما نعمل أي شيء بالجالية أنا برأيي ركز على المسكونسبشنز وكليرينج إت،
ونبعد عن الموراليزم تبع او المبدا الاخلاقي اللي بيلوم الشخص على حاله هي بمثبته انه هي حاله نفسيه او خارجه عن اراده الشخص، هي طريقه التعامل فرضت على الظروف. فلذلك انا بتمنى انه الفيوتشر يكون او المستقبل مثل ما سال وسام يكون انه مش بس عندنا مصحات بتساعد الاشخاص انه يطلعوا من الادمان على مخدرات معينه، يكون عندنا كمان عيادات بتلتقي مع هالاشخاص وبتحكي معهم فرد فرد شو مخاوفهم، شو احلامهم، شو طموحاتهم، شو عم بيصير معهم، لانه انا مأكد من غير تجربتي الخاصه انه ثلاث ارباع اللي بي واذا مش اكثر اللي بيتعاطوا دائما دائما في اسباب دفيني، اذا سمعنا لهم اياها ممكن نوصل ونعلمهم طرق يتعاملوا مع الصراع اللي بيدخلهم بطريقه مور ادابتيف. ثانك يو. قبل ما اكمل ببعض الاسئله اللي عندي راح اخذ سؤال من الجمهور. اذا بسيطه دكتور محمد غيلي جنرال سيرجن. للحقيقه بعض الكلام اللي كنت بتوقع اني اسمعه هو هالمؤسسات شو عملت خلال هالسنين هيدي كلها لمعالجه الموضوع خاصه فيما يتعلق بالبريفنشن. يعني هون بتكلم بعدين عن الريهابيليتيشن والمانجمنت اوف ذا بروسس لانه بكل وقت يمكن هذا جزء ثاني. لكن الجزء الاهم what are the preventive measures taken to reduce this morbid condition in the society. للاسف اللي بقدر اقوله نحن خلال 3 اشهر بدانا صرخه حول هالموضوع هيدا وعقدت عدة اجتماعات ودعيت بعض الفعاليات والمؤسسات للتعاطي بهذا الموضوع. لكن بقولها بكل أسف أنه في كثير من المؤسسات تتعاطى بالأنانية المطلقة وعدم التعاون، وهيدي أكبر مشكلة بتواجهنا بمجتمعنا. نحن عم نطالب إلى تكاتف جهود جميع المؤسسات من اجل ان نكون ايد واحدة لمعالجه هذه الافه الخطيره اللي عم تهدد اولادنا ومجتمعنا. وبقولها وبكل اسف التعاون اقل بكثير من المطلوب. فنحن اليوم بحب اسمع بما انه في مؤسسات عم تتعاطى بهذا الشان، يا ريت يخبرونا ليش الارقام الى ارتفاع دائم والى تزايد. فاذا كانت المؤسسات عم تقوم بعملها بشكل دائم فكنا نتوقع انه هالارقام بانخفاض مش بارتفاع. ولذلك انا بطالب بتوحيد الجهود من اجل مكافحه هذه الافه الخطيره. So, sorry, but let the panel address it, we'll come back. So, do you face some obstacles in having organizations collaborate on projects on this field? Was that the question, or should we focus on the preventive measures? Yes, so the question it seems to have two parts. One part is there's a lot of treatment. Is there a lot, is there preventative measures also in place? Of course. So some of the prevention. Got it. Yep. So the prevention measures, there's four parts that we have to understand as a community. Number one is education. It's educating all the stakeholders, educating the parents, educating the teachers, educating the community leaders, educating the clergy, educating anyone and everyone that has exposure to children. When we educate our youth through our prevention model, which we have a great partnership in Dearborn Public Schools with Access, SAFE, HYPE, LAHC, CSIS, there's a great collaborative. We are in every classroom in Dearborn Schools twice per year. It's an in-class program that we're offering to every single student. Every single school receives the same program. And we've divided up all the schools amongst the organization. So this, it's called our Healthy Initiative, is a great way to show the community that partnerships work. We actually live in a partner or parish society. There's no way one organization can do it all. And once we think, or when any organization thinks that they can do it on their own, they're only doomed for failure.
So the only way we as a community can eradicate this issue in our community is to collaborate with everybody and to make sure we all have the weapons. The weapons is knowledge, it's education on this field. So this is probably one of the most unique, I don't know if you would agree with this, I'm sure you will, one of the most unique issues in our community that 100% everyone has been able to collaborate. There's no money being made. So everyone is providing the service because it's ugly in our community. It's making our community look very ugly. So I hope I answered your question. But from a preventative perspective, there's education, prevention, and then there's diversion, taking on kids who have committed a crime or are doing bad in school, who are borderline, going in that direction. There's diversion-based programs. We offer all of that, and inshallah, in May, we'll be opening up our first treatment facility. There are many treatment facilities. We regard these, many of them, as revolving doors. They don't have continuum of care practice models that allow for the facility or the organization to treat for 2 years or more, because that's how long it takes for these people to recover. مستر احمد تحب تعطي ملاحظات حول ايساب. ايساب اتحاد ائتلاف كبير من المؤسسات ايضا منهم بوليس ديربون هايس والمطافي والهيئات التعليميه. Access is a big organization. The ASAP program, it was small. The substance abuse program is a small program. Like my partner said, not one school in Dearborn is not covered. And كل المدارس, public school and charter school. Okay? Public school is the program set. Charter school, we see, نحن نروح لعندهم. We teach in the school. Okay? There's three of us that cover it. Yes, sir.